الشيخ عطله زين الطله. مرحبا بالناس البساطه اللي قانئين بالبذجال والبطاطا. مرحبا بالناس الزينين اللي في ربي متحابين وعلى بلا صابرين يرضى عليهم ربي والنبي والصالحين. مرحبا بوجوه الخير اللي صاير فيهم التير وتخلطوا لهم لزافير، ما يعرفوا لا ولي لا مير، ضاع لهم التدبير هربوا للمولى الكبير. هنا تلقى الدواء اللي معلول والعقل اللي مهبول والطريق اللي هامل وجول وبلاصة اللي مفصول بجاه طه سيد البتول. هنا اللي متنوي يجينا يتفش يزهى ويروح من قلبه القش، واللي روعدنا إن شاء الله ما يعطش ويبرى وعينيه من العمش. واحد طالع واحد هابط واحد لقيا واخر صامت وهذاك بوهالي مرابط. هبلك من دوب الفاص اللي يشرب من كل طاس، يامي يخرج لك فاس فاس يسحب اللي بقرونه والفرطاس وراح في كل بلاص. الآن نروحوا للفقرة، فقرتنا الموزون من الشعر الملحون. قرب لينا قرب قرب لنا خيم الحمرة. ولا إله إلا الله سيف الذاكرين، محلى ذكر الله يروي العطيشين. لا إله إلا الله سيف الذاكرين، محلى ذكر الله يروي العطيشين. شرب شراب اهل الصبا ترى العجايب ترى العجايب، مع رجال المعرفة والخبز طايب والخبز طايب. اشرب شراب اهل الصبا ترى العجايب ترى العجايب، مع رجال المعرفة والخبز طايب. من التيجانية من أكبر زاوية في العالم طبعا الإسلامي، اليوم ضيفنا في خيمة الشيخ عطله محمد الطاهر حيدر. مرحبا بك في خيمة الشيخ عطله. شكرا الشيخ عطله، أهلا وسهلا بك. بارك الله بك. واش خليت جماعة التيجانية لهي؟ يحمدوا ربي يشكروا ويسلموا عليكم بزاف. سلمنا على الحاج بالعرابي يبلغ إن شاء الله. كل ناس تيجانية شيخنا سيد الحاج بالعرابي. جايبنا اليوم في الحكمة في شعر. نعم، هي ابتهالات القصيدة عنوانها يا رحمن، حبيت نروح للحج وما لقيتش باش نروح للحج، طلبت ربي سبحانه وتعالى لعلنا نلقاو اللي يدينا للحج ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله امين. ان شاء الله ان شاء الله امين. يقول فيها يا ربي يا خالقي رازق عبده، كل واحد تجازيه يوفى باعماله، يا من خضعت ليه الاملاك وسجدوا الانس مع الجن مهر تعدالوا، خلقت الارض مع السماء واضع حده، بر وبحر الواطيه تحت جباله، عليت السماء بنجومها مطر ورعد وتتهاط الامطار من فضلك سالو، تحيا الارض تعود خضراء وعباده وتفيض الخيرات للخلق ينالوا. يا رب يا من هو كريم والصادق وعده والرزاق الفتاح جل جلاله، ارزقني من علم ما كاين حد وعالي في الدرجات لمن يصفالو. علمك واسع ملوش بحر ومداده، كون الرحمه سابقه سبقت حاله، اكتبني مقبول يا بلغ رشد ونجيني من يوم صعب تهواله. اليوم اللي فيه ناس يتعدوا تتحاسب ميزان كيلو مكيالو، يوم الحشر تحس العباد ينادوا، نفسي نفسي القول هذا ما قالوا، تتقسم الكتوب لهم يتمدوا وكل واحد وما دار مكتوب فعاله، يوم تنور وجوه وجوه اسوادوا فيه يبان الحق وتبان رجاله، مول الخير يفوز خلوق وشهدوا ومول الشر يزول عظام ويكحالوا، الجنة تدي الناس اللي جادوا
الخير اللي داروه يزكى وينالو، والجمرة تكوي الناس اللي شردوا وتعدوا حدود ربو يفضالو. يا ربي يا خالقي رزق عبدو، كل واحد جازيه يوفى بعماله. وفقني يا إله يا وفي عهده، يا عالم الغيوب كامل بكماله. لقيني بسليمان وارث من جده، فخرج بالعمور عمد البطاله. يا رب سيد الناصر خلفه ربي ودو، لعراشي زوروه ويسارس لعراشي زوروه وعليه يسالو. اسلالة الاشراف كايدني بعدو، شاتي نمشي ليه ونشوف احواله. مولي الكلم الوافية حامل وادو، عمارت من جاه ما عنده والو. اهل النية الصافية منه سعدو، بحره غامغ ما يخيبش من جالو. مولي الكلمة قاصدك عمر زادو، من علم وبرهان عني يسهالو. قصدي للقرآن ندرك تجواده، يسهل لي ما فيه بسم الله فالو. ما يبقاش الدين ننجى من قيده، وتسقم الأحوال بالوقت وحاله. نزور الحبيب نوصل لبلاده، ونطوف بمكة يوم عيده وهلاله. المديلة وجبال عرفة سعده، من نور وضوات أرضه وجباله. نوصل آل البيت لأشراف كباده، الأحسن والحسين نسبه وشباله. والصحابة جود نالوا من جوده، من هما خدموه خلدوا ما زالوا. راني خايف يا حبيبي لا نقضوا، مرهونين بدين منه نردالوا. باش نواجه خالقي حين نصدوا، وتتلاقى العيال لملك يسالوا. ما ينفع لا جاه لا مال تعدوا، كلمة سيت خطيه شارها مالوا. أرحم يا ربي الشاعر وجدوده، ناس الخير جميع من عنا سالوا. ونختم بالصلاة من جاد بجوده، محمد لأصحاب والبيت وآله. بارك الله فيك. وإذا كان راه يسمع فينا المدير سي علي فضيل، عمره إن شاء الله للحاج محمد الطاهر حيدر، يا ربي هو طالب عمره سي علي، طالب باش يشوف مكة إن شاء الله بربي إن شاء الله. إذا نروحوا الآن الصبر الأرى. راني راح ندير لكم الشونطاج، لا لا السونداج. بصلاتك لا تفرط، وياك العلم انت تقراه. يجب انك يا انسان خوف الله في الحسبان، قوي نفسك بالايمان ورضا الله لازم تسواه. الدنيا موت وحياه، وهذه فرح وذي ازمات، وتجي ساعه الفرجات وكل شي بيد الاله. يا خوتي في هذا الدين كونوا ليا سامعين، اتهلوا في الوالدين بجاه الآلي في سماه. وبدأت قولي نوحد، وننهي بصلاة محمد بالله وبه نشهد، وبلساني ذكر محليه. أنا أب اللي 21 بن وبين بنت وبن، ولكن منهم هذه البنت عربية تقعد لنا 7 أيام 10 أيام 12 يوم 15 ما تأكل ما تشرب. النهار اللي تجيبوها لهذا المكان وين تقعد تقرأ في القرآن، وتقعد تصلي، وتقعد تطلب في ربي، تنزل عليها الراحة. 15 يوم أو 20 يوم بدون أكل ولا شرب، وهي من عباد الله العربية، شيء نادر عندنا في الوطوي. في 24 ساعة أو 25 ساعة دحابة يا أخت تغذى به عربية. إحنا عندنا كنت تقعد حتى شهر ما تاكلش. النوم عندها مرحلة خفيفة في النوم تاعها، ما تستغرقش ما تستغرقش 15 دقيقة ما كانش. عرفوها في المنطقة الواد الطويل